عندي واحد الملاحظة، بما أننا ما كنتوصلوش بالمحاضر، عندي واحد الملاحظة هو أن مجالسنا ودوراتنا كتعرف غياب بعض الوجوه في كل الدورات. أنا بغيت نسأل ما موقع القانون التنظيمي 113/14 في هذه المسألة؟ ما موقع السيد الممثل الوالي في تنفيذ القانون؟ كاين إخوان كيعتبروا نفسهم ناخبين كبار ما كيتواجدوش معنا في القاعة طيلة الجلسات، وللأسف كنلقاو اسمهم متداول تدبير الملفات خارج القاعة. وشكرا.